والشعب المصري عموما شعب طيب وحنين ومعشران، يعني بحب المعاشره وبحب يعامل الناس وبحب يقرب ناس جديده وكذا. وفاكر اول ما جينا يعني استقبلونا احلى استقبال، والحياه حلوه بمصر بصراحه، الحياه حلوه يعني عكس ما بيقولوا بالشوارع، الحياه جدا حلوه في مصر. المصريين اجدع ناس بوطن عربي، يعني قلبهم طيب ما فيش زيهم، يعني والله العظيم شفنا منهم عملة حلوة كويسة جدا 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 فوق ما تتصور. احنا بدأنا مشروعنا، نحن الحمد لله عنا بسوريا حاجات، فبعنا حاجات في سوريا وجينا فتحنا هنا في مصر، ولكن اجتهدنا اثبتنا نفسنا لنفسنا نحن، فاهم؟ وبالاخر نحن يعني بنحب الشغل، بنحب نحن نأسس نفسنا ونثبت نفسنا، فاهم؟ والحمد لله بدأنا بمحل والحمد لله صار عندنا 4 5 محلات، يعني نشاطات مختلفة كله بفضل من عند ربك يعني الحمد لله. وجينا هنا واشتغلنا يعني جيت هنا أنا ما فيش حد معايا أصلا، كوننا أسرة وكوننا شغل والحمد لله أمورنا بخير لحد الآن. أنا لما رحت المستشفى كانت المعاملة عادية جدا وكلنا متعامل نفس المعاملة، يعني ما فيش تفرقة بين مصري أو سوري، أو ما فيش كلام إن أنا سوري أتعامل غير معاملة المصري، نفس المعاملة كلنا متعامل معاملة واحدة عادي. كان تعامل الأطباء معايا والممرضين كلهم بشكل عام، كل عملية في المستشفى كان أحسن من توقعت كتير، يعني كان أفضل من المتوقع بكتير وأجمل وأحسن بكتير من أي حتة تانية يعني الصراحة. أحب أقول للسوريين في مصر ان انتوا نورتونا وشرفتونا واخواتنا طبعا وربنا يعينهم على الامه فيه. انا اصلا بحبهم، ان احنا اصلا ليا ناس صحابنا يعني كعيله وكده صحابنا جدا يعني، ودايما بيزورونا فناس كويسه جدا، انا بحبهم اصلا كشخصيا. يعني احنا هنا بنتعامل مع السوري كانه مصري بالظبط، لان هي دي اخلاق المصريين ودي اللي احنا اتربينا عليها. دايما بنقول ان احنا بنقول الحمد لله على اللي ربنا اداهولنا، سواء في الحاجه الوحشه او الحاجه الكويسه بنقول الحمد لله. احنا دلوقتي قادرين نقف على رجلينا بيكو ومعاكو وهنسندكو وهنفضل برضو ظهري ليكو في اي وقت من الاوقات. حاجه عظيمه ان هم يشتغلوا ويقولوا نفسهم، وربنا يا رب يسلم بلادهم ومصر بلدهم ويسلم بلدهم.